كلامك خوتي المحسنين، انا راني مرجالهم دير 4 ليتامه وريبع عليا الدار دروك 13 عمرها طاح عليا الدار وما كاين لا عتيق لا رحيم. بيت هاد الناس يوقفوا عمي ما عطاونيش ناس عطاهم الرقاقي ونعطاهم الدور انا ما عطوني جوج 8 ولد دير 4 ليتامه. عندي ولد حمق، عندي ولد معوج من يده معوق، وهاد الناس ما بدرو ما يخلي خوتي المحسنين ما ديروا لي شي حال. الله يرحم لكم الوالد الله يجازيكم بخير. رانا مكرفسه مظلومه بزاف ومكرفسه تكرفسه تاع العديان، كان الناس يباتون عشان كان باط فيقه تصبح الحال الحجر يبات يطيح ليا وما عديش. الله كريم عديت 8000 ريال اللي كنشد في الشهر من شري بها الدري المريض الدواء ناكلها نصيرها ما كاينش كي ندير اخوتي. ما تاع المرحوم الله يرحمه كنخدم في البحر كنشد 18 في الشهر، نهار اللي ما دخلوا لي 8000 ريال. هاد الدار كاريه؟ كاريه 40 عام وانا ساكنه في هاد الدار. وشحال عندك فكره؟ 5000 ريال في الشهر كنخلص 5000 ريال في الشهر، ودروك انا مقيدر 13 عام ساكنه 40 عام وانا ساكنه في هاد الدار 40 عام. ودروك يما جاوني قال لك خرجي تخوي تخوي نعطوك جوج ثمن وخرجي بحالك، الا ما خرجتيش لا ترومي راسك، حنا ما نعقلوش عليك ما نعرفوكش. دبر راسك تشدي جوج ثمن وتخرج ما شديتش دبر راسك، ما بقيناش نعقلوا عليك. انا كنطلب من هاد الناس خوتي المحسنين ما حلوا لي هاد المشكل. الله يرحم لكم الوالدين الله يجزاكم بخير، راه ما عندي انتم والله ما حلوا لي هاد المشكل. راني مكرفسه تكرفسه تاع العيديه الناس بات نعسه، كي نهار الغدا ما نتغداش كي نهار العشاء ما نتعشاش. الله كريم لا فراش لا غطا والو. كتخدمي والو؟ ما كنكتب كنخدم في الديون بقيت قديت. وعندك وليدات كيف؟ وليدات عندي بنيه مزوجه وزوجين باقي مي بنت اخرى وولد اخرى. داك الدري الاخر دروك ما كيخدمش وطال معاشو كاينش الله كرم، نهار يجيب الله ونهار ما كيجيبش. كرفزين ما نكذبش عليك واحد الحاله معلم با ربي ملعب درا معلمش عليها. انا كنطلب هاد الناس يتعاونوا مع خوتي المحسنين ما تحلوا لي هاد المشكل، تعاونوا عما يوقفوا ما يلا يا عم ربي وفق فيكم هذا شهر مبارك. كنترجى الله راه ما عنديش من غير الله سبحانه، راه ما عنديش اخوتي راني مكرفسه راني مكرفسه بزاف مكرفسه كرفسه عندي بيت ناس عناس وانا بيت عقد حيا الحجر. عطيني جوج 8 ولد 40 عام وانا ساكنه في الدار، عطيني 40 الناس غداو الرقاقي وداو البرطمات وانا عطيني جوج 8 كي غندير نكربيها عام. دري مريض ما قبل لي دواء حتى جار ما قبل لي دري مريض مرض عقلي ما غنقلش نكري. دار وحدي خصني مشيت قلب دروك 15 بعدين كنقلب لقيت عام 20 30 24 ما لقيتش والو. جوج ميلو ما دير لي والو كربيه عام وغنقعد نطلب كيدا يدور معايا على الحباب ما كيمشي عندهم كيعطوني باش نكمل المصروف كلش يعطيني. اخوتي المحسن ما تعاونوا معايا الله يجازيكم بقر موقفوا معايا لك وهاد لاجر في هاد الشهر مبارك الله يرحم لكم الوالد. راني مشرده ونكمل في الشهر هذا ونتلاح ولد غيضيع لي مريضه وانا غنضيع ومحلت بلاش نشري دواء وباش نكري لا باش نخلص الضو ولا باش نخلص حاجه والو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.